بونجور يا توانسة، اليوم مش نحكيه على مصرة في حق الشعب التونسي، مش نحكيه على تزوير التزكيات. برشا توانسة جاهم مساجات نتاع التزكيات، مش تعرفوا اللي بوعسكر هذايا مجرم حرب، مش تعرفوا اللي بوعسكر هذايا يعني إنسان يعني متحيل كبير، إنسان بلعوط كبير، إنسان يعني كيفاش أنا ما نحطوش حتى يعني ما نحطوش حتى ما نعرفش وين، فهمتني كيفاه جابوه السيد هذا. السيد هذا وصلت اليوم تزكيات المترشحين اللي تم اقصائهم. اليوم ناس خرجت اون بلان بيبليك، خرجت للناس قالت لهم انا زكيت الصافي سعيد ومشيت القيس سعيد، انا زكيت منظر ومشيت القيس سعيد، وهذوما في تدويناتهم. وهذوما ناس خرجوا حتى يعني خرجوا وقالوا كيفاش احنا معنا اليوم التزكيات نتاع قيس سعيد اشترها نتاع المترشحين ولا اكثر، والاعداد قاعدة تزيد، تم فوق 5000 تو منظر زنادي ولا 3400، صافي سعيد لقاو فوق 2000 عباد ما زكاتش قيس سعيد، يلقاوها زكات قيس سعيد. مش تعرفوا هالمجرم هذايا الكلوشار هذايا ابو عسكر مرتزق، يعني هذيك مهم التحيل في تونس. وهذايا انسان الحمد لله انه سيمنع من السفر، هذه اول حاجه يعني، وهو محال على القضاء الدولي، وبالطبيعه سيحاسب على الخيانه هذه. هذه خيانه في حق الشعب التونسي. اليوم شوفوا انت اللي اقصاهم خرج قال ابو عسكر انهم خرجوا اللي اقصاهم بالتزكيات، قدكش كذاب وقدكش بلعوط، قدكش تلوث بالحق، قدكش تونس فيها مجبرة. احنا نقولوا هالكعالف هذوما معناها اللي يجيو يرتزقوا مفيد قيس سعيد يقعد. يا عمي انت راك رئيس هيئة الانتخابات، يعني انت امانة عند الشعب، انت لازم تكون حيادي، انت راك هذه راك قاعد تعمل في خيانة ضد الشعب ولن تفلت من العقاب. يعني اليوم زورت إرادة الناخب. قيس سعيد عنده 240، صبح قال 286,000، هذا أبو عسكر ساعة منين زادهم. أون بليس اليوم كل نهار يخرج لنا مواطن يقول لك أنا ما زكيتش قيس سعيد، راني زكيت المرشح منظر الزنادي، المرشح صافي سعيد، المرشح عماد الدايمي، وهذوما قدامكم ماكم تشوفوا أنتوما. يعني قاعدة الأعداد تتزايد، مش تعرفوا انه هي انتخابات مزورة، مش تعرفوا انه هذوما مجرمين كلوشرات، هذوما في حق الدولة. وانا عملنا التقارير طبعا، احنا اليوم قاعدين نستنفعوا بالهفوات نتاعهم في منظمة الدولية للشفافية في بروكسل، في قاعدين نعملوا في التقارير يعني نشوفوا الاوضاع. هل هذه انتخابات وهل هذه معناها اللي رئيسي يتحكم في الصندوق وهارب من المترشحين واقصى المترشحين؟ هل هذا ابو عسكر انسان يعني بون؟ انا جامي انه نتصور حتى عائلته ولا كذا متبرين منه السيد هذا، لانه فامي ابو عسكر يقولوا انه السيد هذا من يعني هذا فاروق سطور، يعني فاروق مجرم حرب. هذا كيفاش تغير الصندوق وتزكيته؟ وحاجه اخرى، في كي خرجوا عملوا الاوراق نتاع التزكيات ولا واحد مراقب شافهم، يعني ماكينه تخدم عند بو عسكر، نحي هذا منظر زنادي نحي له 5000، صافي سعيد نحي له 6000، الا قيس سعيد زادوا 40,000. يعني صراحه نقول الله يرحم بورقيبه، والله يرحم رجالات الدوله، والله يرحم. معناها شوفوا احنا وين وصلنا، والقيس سعيد يرضى بروحه هكا يوصل للدرجة هذه؟ لا شعب يكره والصندوق رافضه، يعني قيس سعيد يرضى بروحه يجي ما غير لا صندوق لا حد شيء؟ ترضاو يا توانسة الشيء اللي قاعد صاير؟ راكم شوفوا قدام عينيكم، يعني ناس ما زكتش قيس سعيد، ثم واحد ميت، ثم واحد اسمه علي بن عبد الله يعني الورغمي، علي بن عبد الله الورغمي يلقى روحه ما فماش، متوفي السيد، توفى عامله والمتوفي علي بن عبد الله الورغمي. هاكا انا بعث لكم الاس ام اس، بعثوا له اس ام اس، هو ميت، توفى في 1 أوت 2021. ثم واحد اخر ميت زاد القهوه في نابل، ميت متوفي، والله عطونا نعطيكم الاسم نتاعو، هذايا متوفي زاد كيف يلقى روحه زك القيس سعيد. واحد في السجون يعني في السجن من اجل
قضية شيك بدون رصيد معناها وموجود في جهة نابل، يلقى روحه مزكى. أخي كيف زكى؟ خرج من الحبس وزكى، يعني مساجين، يعني سرقة تزكيات المترشحين، يعني وإضافتهم لقيس سعيد. يا بابا سيغراف، يا توانسة يا توانسة، رانا شعب مثقف يا توانسة، هلك عالف هل تو هذا يا ابو عسكر. بون سي سي ما نعرفش مستواه اكيد، لا يعني نسيت، بالنسبه لي انا سيتان كلوشار، يعني سيتان مجرم، هذا مجرم، ما قانون يعرف، ما قانون انت سخط على راسه، وما هذا لا قانون دولي ولا هذا عفس على القانون الدولي وقعفس على القانون يعني على جميع القوانين. اليوم المنظمة الدولية للشفافية معناها قاعدين نحضروا له في ملف انه يعني سيتم اصدار بطاقة جلب في السيد هذايا، سنقوم باجراءات، معناها السيد هذايا ماكش مش يسد عليك لا قيس سعيد ولا قيس شكون، يعني انت اليوم متهم بخيانة عظمى وبتزوير ارادة الناخب، انت اليوم متهم كمجرم حرب ضد الشعب التونسي، يعني تتعدلك، يعني مش تتعدلك، قضية في الجرائم الإنسانية، جريمة إنسانية ضد الشعب التونسي. يعني شفتوا احنا وين وصلنا؟ معناها تو تسمعوا انتوما في كلام بوعسكر وكلام المرتزقة، قال لك والله ما جابوش تزكيات، ساعة تزكيات بالترهيب، أعوان الأمن ترهب في التوانسة مش ما يزكيوش، معناها بالسيف لمدوهم التزكيات، أعوان الأمن ترهب في التوانسة في الواحد وفكولهم تزكيات وشدوا منهم قيادات الحملة مش ما يعملوش التزكيات. هذه نقطة. ثاني نقطة، وصلوا عنا مترشحين يعني أكثر من 17 ولا قداش ولا 7 ولا 10 جابوا تزكيات بعد الترهيب، هاك الكل بعد هاك الترهيب ولما التزكيات يجي يقصولهم يحيولهم منهم بالماكينة اللي ما دخل فيها حتى مراقب، وبعت ليك عباد في السجن وعباد فارين وعباد زكات مترشحين عداهم الكل القيس سعيد، وبعت يقول لك قيس سعيد كلنا وقيس سعيد، الشعب الكل ضده. وانا نحب نقول الهيئة المستقلة للانتخابات راهو عيب عليكم، راهو واحد مجرم ولا واحد كلوشار ولا واحد سارق ولا واحد كيما ما نعرفش عليه هذا ابو عسكر، مش يجر عليكم انتم بالمحاسبه، هذا دوركم التاريخي، راهو غدوه الحي، على الاقل انتم ما تتحاسبوش، مش تخليه السيد هذا السيد مرتزق هذا ابو عسكر، معناه لقى خدمه كان بطال وكان معناه هو في القضاء قال لك فاسد، يعني في القضاء وفشل هو في حياته، اصلا في حياته يعني فاشل انسان، كان معناه يمكن في جيبه كان في الكونت نتاعو كان 200,000، اليوم اصبح لي معناك ما مش يعني مش يرتزق، ما عندوش اخر حاجه الوطنيه، اليوم العالم الكل والتوانس الكل تعرف اني بو عسكر هذا اصبح انسان خطر على المجتمع التونسي، وانسان يزور الانتخابات، وما ما صارتش فيه حتى رئيس هيئه قبل، اليوم نسبه الثقه عند الهيئه المستقله للانتخابات 1%، هذه اخر الاحصائيات، 1% نسبه الثقه، ثقة التوانسة في عسكر وفي هيئة الانتخابات اللا مستقل. معناها شوفوا وين وصلنا، سي جراف اللي قاعد صاير، راكم تشوفوا انتوما، وزيدوا ادخلوا الفيسبوك تو تشوفوا هذوما اللي بعثوا لهم على الارساليات القصيره، ثم ناس خرجت على الفيسبوك قال لك ما صوتش قيس سعيد، صوت المترشح الفلاني لعماد الدامي، ثم امراه زاد كيف كيف، واحد كيف كيف صوت المنذر الزنادي يلقى روحه في التزكيات، في التزكيات تعديت القيس سعيد، غريب جدا. هذا الكل مش يدون زاد حتى عند المحكمة التونسية والمحكمة الإدارية والمحاكم القضائية البرة، وإن شاء الله سيتعاقب، تكونوا مطمئنين يا توانسة، راهو احنا ما نفلتوا حد، احنا ما نفلتوا حد، سيرتو انا نمن كان بالقانون الدولي، يعني توانسة على فكرة راني مانيش كان انا عندنا توانسة ومعناها وراء الستار وكفاءات بالحق أممية متحلفين، قال لك والله لا يمنع واحد كلب تونسي مجمل شارك في الجريمة هذه، هل مجمل هذا يا أبو عسكر ولا شكونه، والله لا يمنع واحد، وتو تشوفوا العقوبات، ونخدموا على تلخيص الحكم ونخدموا بخدمة قانون، لأنهم هذوما ناس ما لا قارين لا قانون لا حد شيء، ناس معناها متحيلة مرتزقة سي 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 نابورت كوا، وزيد حتى مش تحكي معاه، يعني العار خلف العار لعائلته، خلف العار معناها قدام الشعب، الشعب التونسي الكل، يعني اصبحوا الناس هذوما اعداء الشعب التونسي واعداء اراده الشعب التونسي. لكم منا كل الاحترام وتحيه لكل المترشحين المقصيين، والسلام عليكم.